والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. الأخوة المشاهدين إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي معكم اليوم في موجز صحفي خاص بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وهذا الموجز استثنائي خاص بأحداث المعركة خلال اليوم وخلال الأيام الماضية. بداية نترحم على أرواح الأبطال شهداءنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل كرامة ليبيا ومن أجل الاستقلال ومن أجل حرية ليبيا واجتثاث الإرهاب وفك وحل الميليشيات الإجرامية. كذلك ندعو لكافة الجرحى بالشفاء العاجل والدعاء والتحية الكبيرة لكل أبطالنا أبطال القوات المسلحة في كل المحاور. بداية حي الله المشير وحي الله الوطن وحي الله الشعب الليبي العظيم وحي الله المقاتلين الأبطال الرجال الشجعان الذين قاموا بعمليات عسكرية خلال الأيام الماضية في معركة متواصلة تقريبا لمدة 8 أيام متواصلة، كانت معركة حاسمة للقضاء على أعداد كبيرة جدا من الإرهابيين ومن التكفيريين ومن الميليشيات الإجرامية ومن المرتزقة السوريين. اليوم في هذا الموجز سنبدأ معكم في الأحداث العسكرية والتي آخرها تقريبا الآن في هذه اللحظات. القوات الجوية تقوم بعمليات أو مظلة جوية فوق منطقة غريان إلى منطقة بير الغنم إلى حوش 60 أسفل الجبل باتجاه العزيزية. كل هذه المنطقة الآن تحت الاستطلاع الجوي وتحت نيران القوات الجوية لمنع العدو من التحرك وإلى غريان، لمنع أي تحشي في تلك المنطقة، لحماية القوات المسلحة وحماية المناطق وحماية المواطنين الآمنين في تلك المنطقة. بداية من العمليات التي سنذهب الآن إلى لصابعة البطولة الرجال الشجعان. بصراحة لصابعة اليوم قدمت درس كبير جدا. أغلب الصور اللي شفتوها والفيديوهات اللي شفتوها في وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الإذاعات هي لشباب المنطقة، هي لرجال المنطقة ولسكان المنطقة. حتى النساء اليوم خرجت لاستقبال القوات المسلحة العربية الليبية. اليوم نحيي حقيقة العسكريين ونحيي النشطاء لعدم نشرهم أي صور أو أي فيديوهات خاصة بالقوات المسلحة، خاصة بوحدات الجيش. اليوم لم يتم نشر أي صورة على الإطلاق، وهذا عمل جيد ساعدنا كثيرا في إنجاز المهمة القتالية خلال هذا اليوم. العملية بدأت منذ فترة بتحرك تشكيلات مسلحة من عدة وحدات نحو منطقة التجمع الأولى، منطقة الانتظار، وبعد ذلك دخلت اليوم في هذه المعركة الحاسمة. نذهب مباشرة الآن إلى الخرائط. هذه هي منطقة الأصابعة، هذه الأصابعة حوالي 65 ألف نسمة في هذه المنطقة، منطقة الأصابعة تأتي في سلسلة جبلية للجبل الغربي، تحدها من الشرق مدينة غريان. هذه هي مدينة غريان. دائما تسألون على جندوبة، هذه هي منطقة جندوبة وكوبري جندوبة، بعد ذلك تأتي مناطق أو أحياء منطقة مدينة غريان، تحدها من الجنوب الغربي القواليش، كذلك من الجنوب من الشمال تحتها كتلة، بعد ذلك نذهب إلى يفرن وإلى العوينية الرياينة حتى زنتان والرجبان وبقية مدن الجبل. إذن هي مدينة من مدن الجبل الغربي، قدمت اليوم نموذج حقيقة، نموذج تستحق عليه التحية وتستحق عليه التقدير، وهذا الشيء الآن سجله التاريخ، ولا أحد يستطيع أن يزور التاريخ ولا أحد يستطيع أن يقول شيء أمام التاريخ. إذن الأصابع اليوم شفتوا فرحة العارمة وخروجهم بكامل أفرادهم لاستقبال طلائع القوات المسلحة. تقدم القطاعات من الجنوب نحو مدينة غريان وإلى الأصابع كان تقدم ممتاز جدا، كان هذا التقدم في بند السري للغاية حتى وصول القطاعات إلى مناطق فتح النيران، وبعد ذلك دخلت في المنطقة بعد سلسلة من الغارات الجوية استهدفت تجمعات الميليشيات من الأصابع إلى غريان إلى منطقة الهيرة. هذه المنطقة بالكامل كانت تحت نيران القوات
الجوية التي مهدت لعملية اليوم. أبرز ما الأحداث اليوم هو دخول القوات المسلحة الأصابعة، ولكن الأبرز من ذلك هو خروج أهالي الأصابعة لاستقبال القوات المسلحة، الفرحة العارمة. هذا النموذج الآن نريد أن نقارنه بما حدث في دخول الميليشيات للمدينة. هناك دم، هناك تدمير مراكز الشرطة، هناك تدمير مديرية الأمن، تدمير أملاك مواطنين، ولكن وكل مواطن التزم بيته، لا توجد أي تعبير بالفرحة أو باستقبال الميليشيات الإرهابية، ولكن بدخول القوات المسلحة بداية بمجرد وصول الطلائع خرجوا أهالي الأصابعة بشبابهم ورجالهم ونسائهم وفرضوا على العدو الانسحاب قبل دخول القوات المسلحة، وبالتالي هذه معركة شعب ومعركة جيش. التحية الكبيرة إلى الأصابعة وأهالي الأصابعة. هذا المشهد، قد يكون هذه اللقطة هي لقطة اليوم، وهذه اللقطة لن تنسى أبدا، سجلت بأحرف من نور، بأحرف من دماء، بأحرف من الوطنية في سجل تاريخ ليبيا، استقبال قوات مسلحة من قبل هذه السيدة أم الشهداء في منطقة الأصابعة. شفتوا هؤلاء رجال الأصابعة، هؤلاء شباب الأصابعة يعبروا عن فرحتهم ويعبروا عن امتنانهم ويعبروا عن وطنيتهم بهذه اللقطة الأخرى. نعود الآن إلى الخريطة. القوات الجوية مثل ما تحدثنا الآن تقوم باستهداف هذه المنطقة في أبو شيبة، في حوش 60، في حرف التي، الآن تقوم بعملية مظلة جوية في هذه المنطقة بالكامل لمنع العدو من التحرك أو من المناورة. في آخر مؤتمر صحفي قلت لكم أن المعركة، معركة الأصابعة سواء معركة الوطية، معركة السرمان، معركة العجيلات، معركة صبراتة، قلت لكم المعركة لم تنتهي ولن تنتهي بهذه الطريقة، المعركة لم تنتهي بعد. وبالفعل شاهدتم اليوم الأصابعة بعد مجهود من القوات المسلحة قامت بتطهير المدينة، وبالتالي المعركة لم تنتهي بالكامل في كامل هذه المنطقة. لدينا مناورات، لدينا تكتيكات معينة على الأرض نقوم بتطبيقها من حين آخر. المعركة الكبرى في طرابلس كانت من يوم قبل العيد الفطر بيوم، يعني من يوم السبت قبل الماضي كانت هناك عمليات عسكرية كبيرة جدا. المجموعات الإرهابية فصلت إعادة التمركز والتموضع لوحدات القوات المسلحة في هذه المحاور على أساس أن القوات المسلحة تنسحب بعد ضربات أو بعد خسائر أو بعد اعتبروها هزيمة القوات المسلحة، ولكن حقيقة أن القوات المسلحة قامت بإعادة التموضع والتمركز في نقاط استراتيجية وأهداف حاكمة حتى تتمكن من السحب وبعد ذلك القتل وتدمير الميليشيات الإرهابية. تحية كبيرة إلى جنودنا ورجالنا الأبطال الذين صمدوا في هذه المعارك، معارك اليوم الثمانية أو اليوم الأيام السبعة، تقريبا 155 ساعة قتال متواصل في هذه المنطقة. قواتكم تقوم بعمليات رائعة جدا، فنحن اليوم ليس لدينا كثير إلا نحن نشكر هذه القوات ونشكر قادة هذه القوات وكل الكتائب وكل الوحدات التي شاركت في هذه العملية الكبرى التي دمرت العدو. العدو سلاحه الأول الذي يعول عليه كثيرا هو الطائرات المسيرة. الطائرات المسيرة أصبحت مثل الذباب، تسقط في أي لحظة. حاولوا الوصول إلى ترهونة وأسقطت طائراتهم الطائرة تلو الطائرة. اليوم حاولوا إرسال طائرة إلى منطقة الأصابعة وتم إسقاطها كذلك. منطقة ترهونة دفاع جوي منظومة جيدة جدا، لا يستطيعون أبدا استخدام الطائرات المسيرة. إذا تم كسر هذا السلاح، وهو سلاح الطائرات المسيرة، وهو السلاح الذي يفخر به أردوغان دائما. من الملفت للنظر، وتحدثنا في الأيام الماضية في عدة لقاءات صحفية، حتى اليوم كان عندنا لقاء صحفي، تحدثنا على تعريف أو ما هي الميليشيات أو المرتزقة السوريين الذين يقوم بنقلهم أردوغان إلى ليبيا، وقلنا هذه المجموعات تتكون من ثلاث فئات. الفئة الأولى أتت إلى ليبيا بفتوى شرعية، وهي مجموعات متطرفة، جبهة النصرة، بقايا تنظيم داعش، حراس الدين، هذه الأسماء الكثيرة. هذول أتوا إلى ليبيا بفتوى شرعية من صادق الغرياني، من
مجموعات الظواهري وغيرها من قطر من أردوغان فتاوى شرعية أن هنا جهات في ليبيا وأن هنا فيه جيش ليبي مرتد يجب القضاء عليه، وبالتالي أتوا لليبيا بفتوى شرعية. هذه مجموعة متطرفة تكفيرية. المجموعة الثانية وهي الأكثر هي مجموعة تتبع فصائل الجيش الوطني السوري التابع لأردوغان اللي شكله أردوغان على أنقاض الجيش الحر. حول أردوغان الثوار في سوريا وحول السوريين للأسف، ونحن نأسف جدا على هذا التعبير، ولكن الصحيح حقيقة أردوغان حول السوريين إلى مرتزقة. السوريين اللي كانوا مشهورين بالصنعة، مشهورين بالثقافة، مشهورين بالحضارة، مشهورين بالتقدم، اليوم أصبحوا مرتزقة بفعل تخطيط أردوغان لهذه المؤامرة الكبرى على الشعب وعلى أبناء سوريا. الفئة هذه فئة الفصائل أجبر أو تم التنسيق مع عقالة هذه الفصائل على إرسال مقاتلين في ليبيا، ومن لا يمتنع عن الإرسال يقوم بقطع الرواتب على هذه الفصيلة وعلى هذه التشكيل، وبالتالي تم إجبارهم بالمال. المجموعة الثالثة هي مجموعة أبناء المخيمات داخل الأراضي التركية، وهذه المجموعة والفئة هي فئة الآن نطرح هذا الموضوع أمام هي منظمات حقوق الإنسان، أمام المجتمع الدولي، أمام كل جهات ذات العلاقة التي لها علاقة بالقانون الدولي الإنساني أن تنتبه معنا الآن إلى هذه الفئة. هذه الفئة قاموا بتجنيد أبنائهم مقابل الغذاء، مقابل الخبز، لأن هناك جوع وهناك فقر، وبالتالي هذه العائلات في عوز عظيم جدا، وبالتالي استغلوا هذا الوضع وقاموا بتجنيد أبنائهم مقابل الغذاء. هذا النموذج طبعا يذكرنا نحن كليبيين ويجب أن لا ننسى التاريخ، ويجب أن تكون هذه المواقف ماثلة دائما أمام أنظارنا. عندما قامت إيطاليا بنقل مقاتلين ليبيين إلى الحبشة، كيف تم بعد خروج الليبيين من المعتقلات المغرون والعقيلة وسلوق والبريقة، الناس خرجوا في حالة صعبة جدا، لم يجدوا شيء على الإطلاق قبل الأكل، وبالتالي أصبحت إيطاليا تقول لكل من يريد أكل أو يريد طعام أن يعطينا ابن من أبنائه أو اثنين حسب الأبناء يعطينا منهم حتى يتم نقلهم، يتم تجنيدهم في الجيش الإيطالي مقابل الغذاء. اليوم هذا النموذج تقوم به تركيا للمخيمات السورية داخل الأراضي التركية. سنعرض عليكم الآن فيديو يثبت أحد الجرحى لأن أسرى هو عند الأسير عند القوات المسلحة، يقول أتيت لليبيا من أجل الطعام، من أجل أن نحن فقراء. بالفعل هناك حقيقة أزمة حقيقية، أزمة إنسانية في سوريا، والسبب فيها هو أردوغان، وبسبب هذه الأزمة تحصل على جيش يقاتل بالإنابة على الأتراك ويقوده أتراك وضباط أتراك في طرابلس. نحن سنعرض هذا الفيديو بعد ذلك سنعلق قليلا على هذا الأمر. ترى أردوغان الله يلعنه، لا أشوفه حك عليكم أردوغان الله يلعن أبو الغضب حك عليكم ليبيا فيها رجال، ليبيا فيها رجال. ليش تجوا أردوغان بإذن الله؟ ها؟ شو دراك أردوغان؟ ها؟ أعطاك 2 دولار وقال لك تعال أنا أعطيه ويحميك. لا 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 احنا نحن خلط الخبز سوريين فقيرين بين فقيرين جيوا لأهل ليبيا في انتوا قطعتوا من الشر اللي بيجونا نحن هنا. نحن عندنا نحن تاخذوا قوتنا هنا، نحن بتاخذوا ارضنا نحن كبار. الراتب اللي يعطي فيه أردوغان غادي لكل عائله تركيه سوريه من 50 الى 100 دولار في الشهر ياكلوا به في خبزه، والله في برغم ان الظروف الجويه قاسيه جدا تحتاج الى وقود تحتاج الى غيرها، الظروف المعيشيه صعبه جدا، وبالتالي أردوغان وجد ورقه يجند بها هؤلاء الشباب الى ليبيا ويرسلهم كمرتزقه، وهذا هو مصير كل مرتزق سوري. هذا مصير. في الايام الماضيه قتلنا المئات من السوريين ولدينا اسرى من السوريين، اغلب قاده الميليشيات تم القضاء عليها، الميليشيات الليبيه تم القضاء عليها، اغلب قادة السوريين تم القضاء عليهم، وهو مرتاح في أنقرة هناك مع اسرته ويرسل في ابناء سوريا الى هذا الملف. حقيقة يحتاج الى اعادة دراسة وحتى من الحكومة السورية بعفو عام على هؤلاء الشباب لاعادتهم الى سوريا بكرامة. هذا ملف كبير جدا وخطير جدا، اذا نجح في ليبيا سيجند
أردوغان بكرة السوريين والليبيين للقتال في دول أخرى. هذه رسالة يجب أن تصل ويجب أن تفهم. هذا هو الإرهاب، هذا هو التطرف، هذا هو التكفير. غدا إذا نجح السراج وبإذن الله لن ينجح أمام ضربات القوات المسلحة، نحن انتصرنا ليس لأننا قوية فقط، نحن انتصرنا لأننا على حق، نحن انتصرنا لأننا بشرعية الشعب وشرعية القانون وشرعية الأخلاق نقاتل بالنيابة عن شعبنا، لا نقاتل من أجل المال أو من أجل المناصب أو من أجل أن يكون فلان أو فلان رئيس، لا، هذه نحن ليست لدينا، احنا العقيدة الموجودة لدينا هي أن نقاتل هؤلاء الشراذم والخوارج من أجل أن لا تتكرر مثل هذه المشاهد لدينا. ولكن فيما لو هذه الفرضية يجب أن تكون ماثلة أمام أعين قادة دول الجوار وقادة أوروبا بالتحديد، فيما لو تمكن أردوغان من الظفر بهذه المعركة سيرسل غدا السوريين والليبيين إلى دول أخرى. وبالتالي أتمنى أن تكون هذه الرسالة قد وصلت الآن، نحن نقاتل والنصر آت بإذن الله تعالى. النصر، ملامح هذا النصر الآن أمام أعيننا، نحن لدينا النفس الطويل، وحي الله المشير الذي زرع فينا هذا النفس، الذي زرع فينا هذه الإرادة، الذي زرع فينا هذه الوطنية، الذي زرع فينا حب جندية من أجل الوطن. هذه أشياء تسجل لهذا الرجل الذي صنع فينا كل هذه الأشياء المباركة بإذن الله تعالى. ولكن نتألم كثيرا أن يحول أردوغان أبناء سوريا الألاف، ليست 100 أو 200 أو 1000 أو 2000، عشرات الألاف، يحولهم إلى مرتزقة يقاتلوا من أجل الخبز، يقاتلوا من أجل أسرهم تتحصل على بعض القوت. أين منظمات حقوق الإنسان ودعاة القانون الدولي الإنساني ودعاة هذه الأشياء وهذه التي تطبق وتسأل عليها القيادة العامة ولا يسأل عليها أردوغان؟ نحن فيه سؤال مهم ورد في أكثر من وسيلة إعلام أريد أن أعقب عليه قليلا. يقولون أنتم تقاتلون في السراج، حربكم ضد الرئاسي. لا والله، ليست ضد السراج، ومن هو السراج أصلا؟ وليس ضد الرئاسي. نحن أعلننا الحرب في 2014 على الإرهاب وعلى المجرمين، على التكفيريين الذين يقطعون في رؤوس أبنائنا، يقتلون زملائنا العسكريين، الذين ينكلون بالشعب الليبي، اغتيالات، سرقة، ابتزاز، أصبحت فوضى أمنية. قررنا الحرب على هؤلاء. جاء السراج في 2015، في نهاية 2015، يعني اللي هو في تلك الفترة لم يكن موجودا على الإطلاق ولم يكن يذكر. جاء به الاتفاق السياسي لأنه شخصية هشة يستطيعون من أن يديرونهم بريموت كنترول من الخارج، وأتوا به إلى هذه الأزمة. لم يأتي إلى القوات المسلحة أو إلى الصف الوطني أو للتيار الوطني من أجل أن يتضامن معهم، من أجل أن يعلن باسم الوطنية الحرب على الإرهاب ويدخل مع هذه المكونات، بل ذهب إلى الميليشيات وذهب إلى الجماعات التكفيرية وتحالف معهم، بعد ذلك تحالف مع أردوغان. هناك شخص عاقل، رئيس دولة عاقل، يأتي بغازي أجنبي إلى أرضه؟ كلا. شوفوا التاريخ، أقرأ تاريخ الحروب، أقرأ تاريخ الدول، تاريخ الرؤساء. هل هناك رئيس عاقل ويفهم وأتى بقلب مفتوح لستة مليون أمام من المواطنين يأتي بغازي إلى أرضه؟ يأتي بجندي أجنبي نتن إلى أرضه؟ إنما تقوم به القيادة العامة هو وفق الأخلاق الوطنية، وفق شريعة الشعب الليبي الذي فوضنا لهذه المهمة، ووفق الإرادة الوطنية. وبالتالي هنا أحيي الأصابع التي رفعت معنويات الشعب الليبي اليوم. خذوا الأصابع الآن مثلا ونموذجا وطنيا أمامكم اليوم. نحن نقاتل من أجل هذه الفرحة، ونقاتل من أجل إنقاذ شعبنا من هذه الشراذة. نهاية هذا المؤتمر أشكركم جميعا، نلتقيكم بإذن الله في أي طاري، سنكون معكم في أي طاري. نحيي النشطاء اليوم الذين لم يمارسوا أي عمل إعلامي حول القوات المسلحة، وننصحهم بالابتعاد عن القوات المسلحة تماما، وأنصح أفراد القوات المسلحة بعدم التصوير والبث. البطولات هي أنك تقتل عدوك وتنهي هذه الشراذم، وأبتعد عن الإعلام، لأن الإعلام أصبح جزء من الاستطلاع الإلكتروني للعدو. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.